استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي السيد ستيفان بويون الامين العام للدفاع والامن الوطني بجمهوريه فرنسا الصديقه. ورحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بالامين العام للدفاع والامن الوطني بجمهوريه فرنسا الصديقه. كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقه الوطيده التي تربط مملكه البحرين وجمهوريه فرنسا. اضافه الى سبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الاصعده خاصه ما يتعلق منها بتبادل الخبرات والتنسيق العسكري المشترك